عايز اوقف؟ لا لا لا. شو لا 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 يعني؟ عيدة. نسيت شو هيدا؟ سيب لك نوت علي، سيب لك شي نوت. أحسن واحد بهالتريو هو تري عباس. عباس بس إنه عباس زاد بالبكي وزاد بال يا أخي غني وطني. ليه عم تبكي؟ أوكي عم تحزن على بلدك يعني، ما بعرف هذا الزعل ما لازم يكون فيه زعل وشجن بمغنى. هي غني فيها هذا النوع الطربي بس ما بدها هالقد بالبكي بالوجه بالجريماس. صح عم نرجع نوقف زيت مشكلة. عباس غنى أحسن واحد بيناتكم. نسيم اللي عم بتغني أنت هذا بالنسبة لي زيرو. ألا أنت متمرس مش إذا عرفت وين نزلت ال عرفت يعني انت بتعرف وين تعرب اي حرف كيف كيف الاجاويد يعني كيف تجود على النوت سوري على الحرف كيف توقف على النون وعلى اللام كيف انت عندك هون باي ديفولت ما تمرجع عليه فيهم هدول مش بلس لك انت بتغني عندك اساس كتير حلو ضاع بهديك بهذاك البرايم وهذا البرايم يعني شو ما تعمل بلشت غلط بالنسبه لي شو ما اجى بعدين سقطت في اشياء بعد او لا قصص حلوه اجت بعدين بس مش كافيه تنسيني الغلطه اللي عملتها اول شيء. عم بحكي يا دينا يا حبيبتي انا اسف. لا ما لازم نتعلم اغلاط غيرنا كمان لانه شو حبيبي اذا قارنا بين البرايم اللي فات والبرايم هذا ناتو ما بيسوى. حبيبي مش مجال يعني صعب تغني مع بيانو ما انه صعب عندك الي وحده ما فيك الي ما عم بسمع حالي ما فيك تتحجج. طب شو تامبو شو حجه ايه قد في الثاني قد لي بتقول شو بيلحقك البيانو يعني انه ايه بيلحق بس انه شو حجتك انت يا استاذ تفضل انا شو حجتي كانت ايه انه بيانو لا عندك اوركسترا تقول له انا ما قدرت غنيت مع الاوركسترا ما سمعت حالي ما عندك شيء بيت ماشي بدينتك عندك بيانو بس واحد عم بيلعب سوفت بيانو بيانيسمو انت عم تلحقه في بون غلبت ايه بس انه شيء فكرك انه شيء منيح يعني مش لا منيح. مش منيح انسان مثلك متمرس عنده هالخبره بالمغنى مبين عليك بتعرف تغني اللي بيعرف يغني بيبين عليه انت مبين بتغني كثير حلو بس بيرفورمنس مثل كانك مستلشي استلشاء علي شو يعني استلشاء يعني مستخف مستخف في الموضوع استخفاف هلا اجيب لك الرائد وبلش الرائد المنجفين استخفاف علي دخولك كان ضعيف جدا للأسف جدا 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 مبين كأنك ما بتغني بالمرة بأول مقطع تاني مقطع اجا قلت لك هون اسمع هون منيح بس اجا هيك شيء أربع تسطر وبعدين كمان رجع علي لمحل كتير كتير رديء بالمغنى ما عندكم حجة علي غنية يعني ما في غير بيانو ما عندك حجة إنه عم بسمع حالي ما عندك حجة بدي حابب اسمع شو حجتكم لأنه هذا من التريوات يعني هي غنية حلوة بس من أضعف التريوز المرأة اللي بحياتنا بستار أكاديمي مرق مش عايمكم يعني عايم أنا نعم منا التعيين أنا أول مرة بكون خايف على المسرح مش مرتاح بس ومش حجة كل عسل كل عسل ليه؟ أول شيء العسل فيه سكر بيعطيك إنرجي بتطلع هيك مبسوط وعندك نعنش نعنش بك تضعف نصحان على دوام والله إيه حلو فيني يكون شكلا هيك كمان نظبط على هو علي وانا سو سان ريجيم مانتنون انا بالنسبه لي علي تراجعت ممكن لو الغنيه مش لونك انا بقى فاهم كثير منيح وجرأة منك تغني لبناني كمان جرأة من نسيم بس نسيم لهجتنا قراب على بعضنا يعني مغرب عربي ولبناني الى حد ما في كلمتين متلاقى بس ما متلاقى مع اللكنه السعوديه اكيد لانه كليا
بس اعطيتك كريديت صديقي جمع انه انت برافو غنيت لبناني احلى من بس مش هذا المطوق مش توقع منك لا بس الاغنيه هذه كانت جديد علي كذا هي اغنيه بس هيني بس يا اخي انا حاولت قد ما اقدر اني اغنيها بشكل مطلوب بس مطلوب انك تغنيها عباس بمينيموم يعني تيمبو وايز من يعني منك ما حبيت اتفلسف تركض بتركض وبتسرع وبتبطئ والمغنى منه ثابت يعني البيانو ماشي ستدي فلتين بيلحقك بس انت تركض بجمله وبتبطئ بجمله تركض بجمله وبتبطئ بجمله غير انه مرات عم تغني برات الجمله اللحنيه في خوف لا شك اجد كان الاغنيه شوي حابب مقطع ثاني حابب ثاني مقطع بغنية بس انت او مقطع مش حابه واخر مقطع مش حابه عشان الغنيه خايف شوي من الاغنيه بس هذا الاكثر ولا اقل بس عباس زيادة بالبكي كثير وصلوا له انه هذه حكيك اعطيك ملاحظه ديك جمعه اقول لك ما تبكي بالمغنى جاد بكيت انت ويزت شيء